مشاهدينا اهلا بكم من جديد في مرابحة. توقع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك وربا جسار الجسار إدراج البنك في السوق المالية الكويتية قبل شهر سبتمبر. وأضاف الجسار أن التركيز في القطاع الاستثماري سيكون على السوق المحلية دون إخفال الأسواق الأخرى ومنها الهند والصين والولايات المتحدة. احنا طبعا كبنك كويتي بالتالي التركيز راح يكون بالدرجة الأولى عندنا على السوق المحلي، لكن ما نقفل أسواق تم تحديدها في البداية ونقتنص أو نحاول نقتنص فيها الفرص المختلفة. طبعا إحنا كبنك إسلامي لله الحمد عندنا يعني مختلف المنتجات الاستثمارية الإسلامية، وبالتالي قاعدين نحاول نركز على مختلف القطاعات سواء كان قطاع التمويل للشركات أو قطاع التمويل للأفراد. إحنا ماشيين لله الحمد، بدينا من فترة طويلة بموجب القوانين المعمول فيها والإجراءات المعتمدة، وأول خطوة قمنا فيها هو تعيين مستشار الإدراج اللي هو الكويتي للاستثمار، وللحمد يعني قمنا باستيفاء وتوفير جميع الأوراق المطلوبة والبيانات المطلوبة من بنك وربا بما فيها النشرة التمهيدية التفصيلية، وتم توفيرها للمستشار واللي على ضوءها راح يكون يعني الموافقة من قبل نهائية من قبل هيئة الأسواق. متى تتوقع يتم الإدراج؟ احنا متوقعين ان شاء الله قبل 29/8، لكن بحكم القانون معطي فتره بحد اقصى 5/9، لكن احنا متفائلين جدا بحكم ان اليوم نشوف جميع الاوراق وتم استيفائها، متوقعين اي تاريخ قبل هذا باذن الله تعالى. في استراتيجيه تم اعتمادها من قبل مجلس الاداره في اسواق معينه مثل السوق الهندي الصيني، اسواق مثل السوق الامريكي تم تحديدها بالسابق، والحال الحمد لله احنا ماشيين على خطى هذه الاستراتيجيه ونحاول نقتنص الفرص الاستثماريه المختلفه فيها فضلا عن السوق طبعا المحلي مثل ما قلت. هل هناك فرص محدده خلال العام الحالي؟ احنا ماشيين لله الحمد عندنا في يعني خطتنا او في جدولنا عدد لا باس فيه من الصفقات الاستثماريه ومتفائلين خير باذن الله تعالى. رجح المركز المالي الكويتي المركز أن ينمو قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 28 مليار دولار بنهاية 2015، وأشار المركز إلى أن نظام التأمين التكافلي شهد تطورا جيدا خلال السنوات الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي على وقع التطورات الإيجابية في ممارسات التمويل الإسلامي، إضافة إلى التغيرات في أنماط الاستهلاك بعد الأزمة المالية العالمية. التقرير التالي والتفاصيل. توقعات بنمو قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى أكثر من 28 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2015، وإلى أكثر من 40 مليار دولار بحلول العام 2017 نظرا إلى فرص النمو في اقتصادات المنطقة. وأشارت دراسة نشرها المركز المالي الكويتي مؤخرا إلى أن قيمة الإسهامات المحصلة من قبل قطاع التأمين العالمي في دول مجلس التعاون بلغت 16 مليار و 300 مليون دولار، فيما بلغت نسبة انتشار التأمين في الدول الخليجية 21% مقارنة بالمعدل العالمي الذي بلغ 6.5%. وبالرغم من ذلك فإن الدراسة أوضحت أن قطاع التأمين الخليجي لم يشهد نموا يتماشى مع النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده المنطقة بسبب ضعف الوعي العام بفوائد التأمين والإقامة المؤقتة بالنسبة للوافدين، وهما عاملان يحدان من انتشار التأمين. كما شهد نظام التأمين التكافلي تطورا جيدا خلال السنوات الأخيرة في الدول الخليجية على وقع التطورات الإيجابية في ممارسات التمويل الإسلامي، إضافة إلى التغيرات في أنماط الاستهلاك بعد الأزمة المالية العالمية. وكان التأمين العام بخلاف التأمين على الحياة هو الأكثر مساهمة في نمو القطاع في المنطقة، حيث بلغت نسبة الأقساط المحصلة لشريحة التأمين العام 87% نظرا لنمو نشاطات الأعمال في دول مجلس التعاون وخطط الحكومات الخليجية لتنويع اقتصاداتها. ويشهد التأمين الصحي انتشارا واسعا في دول مجلس التعاون بسبب إقرار بعض برامج التأمين الصحي الإلزامي والنمو السكاني، وكذلك ارتفاع الوعي الصحي لدى شعوب المنطقة. وقد نما حجم سوق التأمين الصحي إلى أكثر من 4 مليارات دولار من الأقساط المحصلة خلال السنوات الأخيرة. ونبقى في إطار الحديث عن قطاع التكافل، والآن نتعرف على رأي المسؤولين في شركات التأمين التقليدية بعمل شركات التكافل. نتوقف عند رأي المدير العام للشركة الأهلية للتأمين في البحرين السيد فادي الخطيب، الذي أشار إلى نداء شركات التكافل دون المتوقع. ترى ما هي الأسباب؟
بعد شركات التأمين التكافلية below the expectation، يعني أقل من التوقعات بالسوق، في عندها طموح أنها تكبر، بس المشكلة العائق الأساسي هي المودلز اللي عم تستعملها بتخيل، والعائق الثاني هو إعادة التأمين. بالنهاية قطاع إعادة التأمين للشركات التكافلية غير متوفر بالكامل، معظمها بترجع بتعيد تأمينها بشركات conventional عادية، إن كان بألمانيا ولا ببريطانيا ولا بأي دولة أخرى، وبالتالي هيدا بيخلي في restrictions عليها، عدا عن الربحية اللي لم تثبتها بجدارة إلى الحين. وبالنهاية بزنس التأمين التكافلي ولا conventional هدفه إنه يربح، ما في حدا بيعمل investment ما بيأمن له عائد، وبالتالي إذا ما في عائد it will not work يعني. واللي شفناه بالسنوات الأخيرة أو نتائج أعمال شركات التكافلية لم تكن ممكن مشجعة جدا للمستثمرين لحتى يتوسعوا أكثر بهالمجال. مشان هيك نعتقد أنه بعد الconventional insurance هو المسيطر على قطاع التأمين بالمنطقة. أنت كرئيس لشركة تأمين تقليدية هنا في البحرين، هل تم يعني تزيح تماما شركات التأمين التكافلي من يعني قائمة التحديات أو صعوبات السوق، المنافسة التي من الممكن أن تتولد منها، أم أنك ما زلت أيضا تضعها في قائمة المنافسين في الوقت الحالي؟ لا أكيد نحن بالأحرى هن بنفسونا، طبعا بنفسونا، لأنه هن فيهن يروحوا على البزنس اللي نحن منكتبه عادة أو من أمنه، بينما نحن المناطق أو المحلات اللي بتطلب شريعة compliant we cannot compete with them. يعني عندهم قطاعهم الخاص فيهم اللي عم يتنافسوا كشركات تكافلية ضمنه، وبنفس الوقت كشركات كجروب شركات تكافلية عم يتنافسوا معنا كقطاع تقليدي. بس مثل ما قلنا بالنهاية القدرة والدومينانس بعدها بالمنافسة لصالح شركات الكونفنشنال. لنستمع إلى الجواب بشأن هذه الملاحظات من الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور خالد الخطيب، الذي قال إن غايات شركات التكافل بالأساس اجتماعية وليست ربحية، وأن تدني أرباح الشركات يعد أمرا طبيعيا. نظام التكافل كان موجود قديما، وهي جاءت من المناهدة، وهي مبنية على المشاركة وليست على الربح. أصل الفكرة it's not for profit organization، يعني هي للربح للكفالة وللتعاون في المجتمع، غايتها منا ربحية. فما فينا نقارنها totally بالإسلاميك بانكينج. الإسلاميك بانكينج هي مؤسسات تبغي الربح، وبالتالي التنافس فيما بينها هو لإنشاء products تؤمن الربحية وتؤمن الهدف من إنشاء المؤسسة. إنشاء شركات التكافل غايتها اجتماعية تكافلية مش ربحية. هل إذا حصلت أرباح بتجي هذه الأرباح في الدرجة الأولى للمساهمين اللي هن البوليسي هولدرز، وبالتالي طبيعي أن لا ترى هذا الربحية العالية طبيعي في شركات التكافل الإسلامية. يمكن تلاقي الجروث كبير بوقت الريتيرن منه الجروس تبعه هو نفسه الجروس تبع السورس اوف فند، لانه اشتراك الناس ومحبتهم لان يتكافلوا فيما بينهم وايداعهم او تبرعهم لهذه الشركات بكثره، والنمو هذا التبرع هو اقوى من النمو الناتج عن استثمار هذه التبرعات في ديفرنت برودكتس. دكتور كيف يمكن لشركات التأمين التكافلي أن تنمو في العدد وتزيد إذا كانت يعني غير هدف للربح؟ من هم طبيعة المستثمرين الذين سينشئون شركات للتأمين التكافلي غير مهتمين بتحقيق الربح يعني أساسا؟ ما عم قلك هي الفكرة من وين نشأت. الفكرة نشأت هي التكافل في تحمل المخاطر التي قد تحصل للإنسان أو المشاكل، يعني this is a sort of mitigation of risk أو coverage of different type of risk. هذه هي الفكرة. فأصل الفكرة منا ربحية. هلا ممكن الفكرة منا ربحية تكون مربحة إذا تمت إدارتها بطريقة جيدة، يعني الاستثمار في الموضوعات أو في الأماكن أو في المنتجات التي تعطي فائضا أو أرباحا جيدة
وعلى مدى طويل يعني سستينبل، تكون سستينبل دائمه، ارباح دائمه لمده من الزمن، ويكون المخاطر مدروسه بالاكتواريال الاكاونتنج، يكون معمول بطريقه جيده بطريقه انه يضل في نمو حتى في العائدات. هذا يلزم له دراسات متأنية وعميقة، ويلزم له سوق، وسوق بمعنى وجود الانسترومنت. انتهت حلقة مرابحة لهذا الأسبوع، نتمنى أن نلقاكم الأسبوع المقبل وفي الموعد نفسه مع حلقة أخرى. وللتواصل معنا حول الاستفسارات والتعليقات، الرجاء المراسلة على البريد الإلكتروني مرابحة@cnbcarabia.com. وللإطلاع على آخر المستجدات الاقتصادية وأيضا التطورات في القطاع المالي الإسلامي، زوروا الموقع الإلكتروني cnbcarabia.com، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.